شاهد على التاريخ والبشر، يربض بوقار وهيبة. قصر إبراهيم في شمال شرق الكوت أحد أقدم أحياء مدينة الهفوف. منذ بناء القصر في عهد الجبريين الذين حكموا الأحساء ما بين عامي 840 للهجرة و 941 للهجرة، وعلى مدى عدة قرون استخدم القصر كمقر إداري لحكم الأحساء وكمركز لقيادة شبكة الدفاع العسكرية في الإقليم، حيث كانت تقيم فيه حامية عسكرية دائمة. اختلفت الروايات حول تسميته بقصر إبراهيم، غير أن أقربها للقبول هي أنه ينسب إلى إبراهيم بن عفيصان أمير الأحساء في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز، والذي جدد بناء القلعة عام 1216 للهجرة الموافق 1801 للميلاد، كما يعرف بقصر القبة أو قصر الكوت. في عهد العثمانيين اكتسب القصر طرازه المعماري الذي يمزج بين تصاميم العمارة الإسلامية العثمانية مع الموروث المعماري المحلي بالمنطقة بمواد بنائه التقليدية. شهد القصر عدة أحداث تاريخية على مر العصور التاريخية التي مرت بالمنطقة، ويعتبر المقر الرئيسي للقيادة والسيطرة في منطقة الأحساء. بني القصر على شكل مربع، طول كل ضلع من أضلاعه حوالي 130 متراً، وتقدر مساحته 18200 متر مربع من الخارج و 16500 متر مربع من الداخل، ويشكل جزءاً من سور المدينة. هنا مدخل القصر، والذي صمم بشكل يعزز الحماية والمراقبة حوله. يتوسط القصر ساحة واسعة ومكشوفة ومراقبة بشكل جيد، ويستفاد منها لأغراض متعددة. مسجد القبة التابع للقصر وأهم معالمه، والذي بدأ بناءه الحاكم التركي علي باشا البريكي عام 972 للهجرة الموافق 1565 للميلاد. يتميز المسجد بقبته الضخمة وقبابه المتعددة ومئذنته المدببة على شكل مسلة تركية ذات ستارة خشبية، وعليها كان يقف المؤذن فتسمعه جنبات الكوت وفق هندسة دقيقة لتوزيع الصوت. هنا مقصورة الإدارة والمطلة على سائر القصر والساحة، وهي دوران يصعد إليها بدرج يربط غرفها الأربع. وهنا كان الجنود يبيتون ليلا في عنابر روعي فيها تهيئة الإضاءة والتهوية من خلال العديد من النوافذ، حيث تمتد المهاجع على طول الضلع الشرقي للقصر من شماله وحتى جنوبه، في حين كان الضباط ينامون في غرف مستقلة. يتبع للقصر أيضا غرف خاصة لنوم الضباط، جناح للخدمة، ودورات مياه، وإسطبلات لخيول الضباط، وبراحة للخيل، وهناك القبو حيث كانت تخزن الأسلحة. مبنى حمام البخار التركي والمسقوف بقبة دائرية وحولها الأروقة المدببة، وتتوسط الحمام بركة دائرية. أما عن أبراج الحراسة والمراقبة المستديرة والملتصقة مع السور، فهي هندسة عسكرية متميزة، ويعطيها بناؤها الضخم ومشارفها العلوية تأثير القلاع النموذجية. تنتشر فتحات متنوعة للمراقبة ولإطلاق النار على المعتدين، بينما تؤمن الجنود الذين يطلقون النار من القصر. وقد شيد هذا البرج بشكل متين يتحمل ثقل المدفع الذي كان منصوبا عليه. وأخيرا تأتي غرفة الاتصالات، اللمسة التقنية التي استحدثها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، حيث وضع فيها أول جهاز تيليكس وصل إلى الساحل الشرقي. يشهد قصر إبراهيم هذه الأيام من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار عملية ترميم نهائية لأجل تهيئته أن يكون أحد الروافد الأساسية للمنطقة سياحيا وتاريخيا. هذا القصر الذي عايش العصور التاريخية المزدهرة لمنطقة الأحساء بسلمها وحربها ورخائها وقسوتها، والذي ارتبطت به أغلب التحولات التاريخية للمنطقة، لم يطوه النسيان اليوم. ف
فقد امتدت إليه يد الهيئة العامة للسياحة والآثار ترممه وتتفقده وتلبسه حلل التجديد. وبرؤية واضحة رسمتها الهيئة لنفسها، يسفر القصر عن وجهه البهي مستقبلاً الزوار يومياً ليحدثهم عن ذكرياته مع الأيام والدول، ففي كل ركن من أركانه قصة تروى، وعلى كل شبر مر جندي، وكم على أسواره وقف المنتصرون يرفعون أعلامهم، والذين كان آخرهم موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، منذ دخله فاتحا في ليلة الاثنين 28 من جماد الأولى لعام 1331 للهجرة، من أول يوم دخل فيه الأحساء.